بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبتدي مع بعض بطريقة جديدة وجميلة. هنعمل طريقة التومية زي اللي في المحلات. والتومية طبعا احنا عارفين اللي هي ليها كذا طريقة، بس احنا النهاردة هنجرب طريقة مع بعض، ويا رب تعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب يا جماعة، واي تعليق انتوا عايزين تعلقوه تسألوني سؤال اسألوني تحت وانا هرد عليكم ان شاء الله. نبتدي مع بعض ما قدرنا. اول حاجة احنا هنعملها في الخلاط، هنبتدي نجيب كوباية لبن معايا اهي، ننزل في الخلاط، وبعد كوباية اللبن هنجيب كوباية زيت اهي. في كوباية اللبن نحط الزيت كده، بس الزيت ده هننزل بيه واحدة واحدة واحنا والخلاط شغال عشان تربط حلو. اهو معانا الزيت، هنبتدي نجيب بقى الخل اهو. انا هحط معلقتين كبيرة خل من دي اهي، معلقة خل اهي، هحط معلقة كمان، وبعد الخل هنحط ملح، واحنا بنضرب برضو هندقها لو احتاجت حاجة هنزود لها. هنبتدي نخلط بقى الخليط ده كله مع بعض في الخلاط، ونزود بالزيت، ننزل بالزيت واحدة واحدة اهوت. انا حطيتها، هنزل بحبة زيت وهضرب اهوت. وابتدي انزل بالزيت كمان واحدة واحدة، ونضرب تاني معايا يا جماعة. الثوم المفروم اهوت، انا ضربت الخليط بس مجهزة الثوم معايا مفروم. هنبتدي تاني نضربه، هنزود الزيت كمان اهوت عشان شكله خفيف، انا عايزاه تقيل. هنحط بقى كوباية الزيت كلها اللي احنا قلنا عليها، وهنضرب تاني اهيت يا جماعة. بعد ما زودنا الزيت، ولو عايز الزيت كمان زودي لحد ما تتقل معاكي وتحسي اللي هي بقت خلاص في قوام التومية زي ما بنجيبها من بره، تدوق الطعم. لو هي محتاجة ملح حطي، لو محتاجة توم كمان حطي. اهي يا جماعة معانا اهي، اهي كده خلاص خلصنا التومية. طبعا زي ما اتفقنا تزودي زيت لحد ما تربط معاكي، تربط خالص لحد ما تخلص ربط، تزودي زيت وتشوفي لو محتاجة ملح تحطي ملح. وبكده نبقى خلصنا طريقة التومية مع بعض، وان شاء الله هنعمل طريقة تانية مع بعض تاني للتومية. هي لها طرق كتيرة، دي اول طريقة نجربها مع بعض، بعد كده هنجرب طريقة تانية ان شاء الله. تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.